الاستثمار في موجة القانون 18-22. المحتوى مثل مع ضمانات من نقاط المستثمرين والأنظمة التنفيذية والجزائر من نقاط كما التي تنجز المستثمرين. وكما هو معروف من بعض السلطات عبر القانون 18-22 تحيزات جبلية وتحيزات جبرية وغيرها، وكذلك وضع ضمانات من أجل أن يقوم المستثمر بإنشاء مشروعه في الظروف وفي الأريحية مالية والأريحية معنوية. إذن الأريحية المالية نقدر نتكلم عن مزايا في جملة للمستثمر، أما الأريحية المعنوية مثل ما هي ضمانات يعطيها الدولة عبر القانون